بعد حساب اللي جيو لي الصوفيا واد الشهر اللي صدق وقنا غيك انا يا احباب يا احباب يا احباب يا احباب لبرامج ناجحة عدة من بينها برنامج ليلة القدر ثم برنامج لا أنام مرورا ببرامج الأطفال الذي حولها إلى أمة وهي طفلة ماما أمينة ولدت في حي الصلاة بطنجة سنة 1942 من أب سوسي تفراوتي وأم شمالية ريفية. رحبوا معايا بتصفيقات حارة بأمينة أمينة السوسي العيادة فدرس مغور سبحجة أمينة السوسي لبالك ماما أمينة أنا باقي بغيت نقول لها ماما أمينة صراحة تقولكم واحد شهد أنا كنت كنسمع لها وأنا صغير وكنت كنعتز بديك اللقب أو الأصل ديالها اللي هو أمينة السوسي كنت كنحس بواحد الانتماء من خلال الصوت ديالها الجميل اللي كنا كنسمعوه في راديو السيدة غيكا السيدة مجدة تزرزيت لا أمينة إن شاء الله كل عمر والصحة والعافية شكرا لكل ما قدمتي تبارك الله عليك احنا جد يعني سعداء بحضورك معنا اليوم هذا الأمسية الجميلة اللي كتجمع الأحباب والأهل إذن يورش الله يعطيكم الخير حركوا يديكم واحد شوية ما أنت يسمد غريدة السيدة غريدة أسيرة الديسكر تاع غريدة دامي فوق بكسر الجلد أنا حقيقة متأثرة طبعا كل ما جات هذه الفرصة بحال هيدا وكنسمع أن هناك تكريم كنقول ربما هاد الناس كيبالغوا راه بحالي بزاف وكاين اللي قدم اكثر من اللي قدمت انا وعمل اكثر من اللي عملت انا ولكن على كل حال كنشكر الناس وكتعجبني انني مازال في ذاكره الناس ما نكذبش عليك انا كنقول صافي تنسيت ما بقى كيعقل عليا حتى واحد غير كنجبر جيل اخر كنجبر جيل ثالث كيعرفني كيعقل عليا هذا حاجه كتفرحني والله يجعلني نجبر فيكم هذا البرور دائما بحال اللي قلت وتقبلوا مني محبة بلا أكثر ولا أقل الإذاعة بالنسبة لي عمري كان مش كان عندي شيء عمر من غير الإذاعة كيجبني الله خلقت الميكرو حدايا الإذاعة سكنتني وسكنتها ما عمرها مشات من بالي وما كيجبليش الله أنني خليتها كنعتقد على أنها واحد الحاجة اللي سكنت فيك وفي عقلك التكوين ديالك كيفاش غادي تنساها؟ ثم انا الاذاعه هي اللي ربتني هي اللي علمتني هي اللي وصلتني انا دخلت طفله كنعبت مع الاطفال كنقدم الحلوى ونلعب الفراشات وجبرت اللي قدر يشوف فيا شي حاجه يمكن اللي كانوا كيفهموا داك الساعه في المواهب ظنوا لان غادي نكون شي حاجه وتبنوني في عقلهم قبل ما يتبنوني بشي حاجة أخرى وأتذكر أن واحد منهم وكان أجنبي قال هاد الطفلة غادي تكون يا إما مغنية يا إما مذيعة أنا ما كنعرفش شنو هي الإذاعة ما كنعرفش الميكروفون كنقول الراديو كنهضر في الراديو ولا كنتكلم في الراديو إذا هاد الناس اللي شافوا فيا هاد الملامح وقدروا ياخذوا بيدي ويكونوني فهما الإذاعة هما المدرسة ديالي والجامعة ديالي والكلية ديالي هما بالنسبة لي أنا وأنا هما واش باقي كتستمعي للإذاعة والرسالة اللي بغيتي توجهها للجيل اللي خدام في الراديو أنا في هذه الساعة ما نكذبش عليك إذا قلت لك ما كايناش الإذاعة وما كايناش التلفزيون وما كاينينش البرامج وما كاينش ناس المهنة ناس كيبيعوا أصواتهم بالإشهار كيخدموا بالإشهار كيشريوا المستمع والمترقب بالإشهار حتى واحد ما كيتصنت على خاطره خصو يربح باش يسمع
اذا بالنسبه لي انا هذه ماشي اذاعه وهذا ماشي اعلام. وبعض المراري كنقول وقيلا غمدا نقول كنحشم اذا قلت انا انتمي الى الاعلام بهذا الشكل اللي هو فيه الان. وفي نفس الاطار كنقوموا بانشطه بهذه الذكرى الحمديه المجيده، حنا نسميوها مجيده علاش؟ لان سيدنا اعطاها قيمه مضافه هذه السنه، الا وهي اعلنها على انها سنه على غرار السنه الميلاديه والسنه الهجريه، وتعطات عليها يوم عطله وكذلك يعد عنها. وفي هذا الاطار الجمعيه ديال تامونت نظمت واحد الحفل اللي هو جد بهيج اللي ما انتظره الناس، لا واخا كنا كنديروا احتفالات ولكن هذه السنه تعطات لها صبغه خاصه. علاش؟ على هذه الشهاده اللي قال سيدنا الله ينصره والله يطول في عمره. المهم هذا الحفل هذا كيتار في الاطار ديال هذه السنه الامازيغيه وكذلك هذه المدينه اللي حنا تربينا وترعنا فيها وكنعتز عليها اعتزاز باننا فيها وحنا امازيغ، لانه هذا النشاط اللي درنا كيت فيه بزاف ديال الاشطور، فيه مثلا الاكله ديال الاكل ديال الامازيغ وفيه اللباس الامازيغي وفيه الانشطه الامازيغيه وكذلك البرنامج ديال هذا النشاط تبارك الله فيه الريوس اللي هما بمعنى ان مغني الريوس، وكاين جروبات ديال بحال على غرار بحال الناس الايوان اللي جاوا من طاطا تكريمات بزاف، امينه السوسي وكاين سي مصطفى عيسى عبد الرحمن اللي كان قيدوم ديال الاذاعه الوطنيه في الميدان الرياضي في الاذاعه ديال الرباط، وكذلك تكريم ديال احمد يحيى واحد فاعل جمعوي هنا في طنجه. وهذا الشيء الا دل على شيء يدل على اننا نبارك هذه الخطوه ديال سيدنا وشكرا جزيلا.